فكرة انتقال الروح من شخص ميت لمولود جديد في حد ذاتها فكرة مرعبة. التقمص أو تناسخ الأرواح ظاهرة موجودة عند طوائف كتير جدا وبعض الديانات الأرضية. النهاردة هنتكلم عن أغرب حكايتين للتقمص في الوطن العربي. 2014، شاب لبناني اسمه فراس بيقول إن أول ما تم 4 سنين بدأ يفتكر حاجات كتير عن حياته اللي فاتت، فاكر كل حاجة بكل تفاصيلها. بيقول ان كان اسمه عصام وانه اتقتل في الحرب الاهلية في لبنان في فترة السبعينات. ده كمان فاكر اتقتل ازاي وفين، واتكلم عن عيلته اللي فاتت. وفراس بيقول ان كل ما كان بيكبر في السن كان بيفتكر حاجات اكتر عن حياته اللي فاتت. ده عارف كمان اسم الشخص اللي قتله واخد عيلته الحالية اللي عايشين معاه في الوقت الحالي لمكان بيته اللي كان عايش فيه قبل ما يموت. والدة فراس كمان بتقول انه دايما وهو صغير بيقول انه كان عايش قبل كده وانه اتقتل، ولانهم من طائفة الدروز فكانت والدته دايما بتصدق الكلام اللي كان بيقوله، وقال لهم عن مكان بيته القديم وحياته اللي فاتت وكمان اسم البلد اللي كان عايش فيها. وفعلا وصل البيت وقابل ابنه في الماضي وقعدوا يتكلموا كتير مع بعض. وبعد ما فراس شرح لابنه في الماضي تفاصيل البيت، ابنه تأكد ان ده روح ابوه عصام. الغريبة ان فراس كان عارف كل تفصيلة جوه البيت، فاكر ذكريات المكان كويس جدا ووقف في المكان اللي مات فيه، لكن اللحظة اللي وقف فيها في المكان ده حس بخوف ورعب جامد جدا. ومن بعد المقابلة دي اتأكدت حكاية فراس وانه فعلا كان عايش قبل كده بروح عصام. في حكايات كتير انا اتكلمت عنها وصناع محتوى جامدين جدا اتكلموا عنها برضو لها علاقة بالتقمص او تناسخ الارواح. فكرة تناسخ الارواح هي انتقال الروح الخاصة بشخص ميت لجسد انسان جديد بيتم ولادته في نفس اليوم، والطبيعي ان الروح القديمة بتنسى كل التفاصيل، لكن في بعض الاحيان وفي لحظة معينة ممكن الانسان يفتكر الماضي بتاع الروح اللي جواه بكل تفاصيلها. كل قصص تناسخ الأرواح تستغرب فيها ان اللي بيتكلم بيقول حاجات موجودة فعلا، وتقريبا معظمهم بيكونوا صح. كل التفاصيل اللي بيحكوا فيها بتطلع مظبوطة. اللي بيهتموا بعلوم الطاقة الروحانية غالبا بيكون عندهم إيمان بفكرة تناسخ الأرواح، والحضارات والديانات القديمة كان عندهم إيمان قوي جدا بفكرة تناسخ الأرواح زي الهندوسية البوذية وطائفة الدروز وغيرهم كتير، لكن طبعا معظمهم بتكون ديانات أرضية. ممكن مبدأ التقمص بيختلف بينهم لكن الفكرة واحدة. الأغرب والمرعب إن في بعض الديانات بتقول إن الروح دي ممكن تنتقل مش شرط الإنسان، ممكن تنتقل لأي كائن حي، حيوان، حشرة، طائر. وزي ما في حالات أجنبية كتير اتكلمت عن فكرة التناسخ أو التقمص، في كمان حالات عربية كتير طلعت اتكلمت عن نفس الفكرة. الغريب كمان إن في حالات من حالات التقمص طلعت إن في أثر في أجسادهم لها علاقة بحياتهم السابقة. كتير منهم بيكون عندهم أثر غريب في الجسم وبيطلع إنه كان في حياته اللي فاتت مات بشكل معين، وإن أثر الموت ده هو نفس الأثر اللي موجود على جسد الشخص الجديد. دي مثلا حكاية رامي أبو حمدان. اتولد وفي أثر رصاصة في بطنه وفضل أثر الرصاصة ده موجود لحد ما بدأ يكبر في السن، وبعدها بدأ يفتكر حياته اللي فاتت، وساعتها عرف إن كان اسمه عماد. مات واتولد من جديد سنة 1990، والموت كان بسبب طلق ناري عند حاجز أمني. ولما رامي وهو طفل مر بالصدفة على نفس الحاجز الأمني ده افتكر كل التفاصيل وكأنها بتحصل دلوقتي بالظبط. افتكر بيته ومراته وولاده. الغريب ان اثر الرصاصة اللي كان في جسم رامي ابو حمدان الدكاترة ما كانوش لاقين اي تفسير ليها، وبعد تحاليل كتير وبعد ما رامي افتكر حياته السابقة الدكتور قال لعيلته ان لو عندهم ايمان بفكرة التقمص او تناسخ الارواح يبقى هو ده التفسير الوحيد لاثر الجرح اللي موجود على جسم رامي. لكن يفضل في الاخر ان فكرة تناسخ الارواح في جميع الاديان السماوية فكرة اصلا مرفوضة وغير معترف بيها. سلام عليكم.